أخ عن جد أنا ما بنسى يعني، وبفتكر هذا كان رأي كتير من الناس اللي كانوا عم بيحضروا عروس بيروت. مشاهدي اللي عملتيها بالمرحلة اللي كانت سوريا حبلي واكتشفت إنه البيبي تبع منه طبيعي رح يكون، وبعدين كيف خسرت البيبي وكل هيدي الأمور، أنا ما بنسى الإحساس العالي اللي أنت كنت عم بتمثلي فيه. وحتى العالم يعني حتى الناس صاروا يقولوا يعني بتعرف قديش بالأخبار إنه هل يا ترى هي حبلت وروحت كارمن بحياتها؟ لا هل يا ترى إنه كارمن إنه شو ليه هالقد كان عندك يعني شعور الأمومة كتير حقيقي وكتير طاغي؟ حسيت صوتك زعلان، ما قدرت قلك إني أنا حبلة. ما قدرت سوريا، تمنيت للحظة إنك تكوني أنت الحبلة مش أنا. يا خالتو ليش هيك عم تحكي؟ ليش هيك عم بتقولي؟ بليز بدك تزعلينا منك؟ بليز في أحلى منها هالخبرية؟ أنا مبسوطة من كل قلبي، بس هلا زعلانة بس شوفك هيك عم تبكي قد ما مقهور علي. أنا بحس مثل كأنه مثل كأن أنا بني شيء أو مثل كأن عندي شيء ناقص. ما بعرف يعني، هلا أنا بدي أسمح لحالي يمكن أسألك هيك سؤال، مع إنه أنا ما بحب إني أتدخل بحياتك الخاصة، بس لأني يمكن أنا جواتي في شعور الأمومة تجاهك وأنت بتعرفي. أوكي. أنا دايما بقول إنه لو إنه الله تعاملي ولد بنت بحب تكون مثلي. كلما صورت هذا المشهد أنا وياكي وحياتي كنت عم بقوله من قلبي هود الشيء، وبكينا من قلبنا بوقت بكينا هذا المشهد، كان كتير مشهد حلو. فأنت وينك بالمشروع الأمومي؟ فاجأتني بس سألتني عن موضوع الأمومة وقتها عملت له لينك مع المسلسل، هيك السؤال كان حسيته إنه دغري فاتت بصلب الموضوع من دون مقدمات، هيك فاجأتنا شوي. أول شيء هيك لأقلك عن الشق يعني تبع المشاهد الأمومة اللي لها علاقة بأول جزء وبتاني جزء من عرس بيروت. عن جد ما بعرف يعني شو هو هيدا الشيء اللي كنت عم بحسه بهول المشاهد وليش في هيك عندي علاقة وعندي علاقة مع هيدا الموضوع. ومشاهد اللي مع البيبي كمان كتير بحس إنه بحبهم هول المشاهد، قريبين لقلبي. وإذا بدي جابك على الشق الثاني وين من الأمومة، إنه أنا كتير بحب يوماً ما أصير أم، كتير يعني هيدا الموضوع إنه بحب يصير عندي أولاد، بحب أختبر يعني إحساس الأمومة. مع إنه هلأ يعني الظروف اللي حوالينا وشو بتسمع الناس هيك بتحكي والوضع اللي نحنا فيه، إنه خاصة يعني أنت خايفة أنا خافي تجيبي ولد بهالوضع؟ مش إنه بخاف، بس تعرف هيك بتصير يعني الناس شو بيحكوا حواليك إنه كتير هلأ الوضع صعب بلبنان، إن كان للعلم لبعدين الجهل اللي عم بيزيد، الحروب كل هالأشياء. يعني هلأ ما حنفوت هيك بطريقة ديبريشن على هيدا، بس بيسألوني حوالي إنه حتى مع كل هالمواضيع إنه ما عندك مشكلة هلأ تجيبي ولد، عوين بدك تجيبي على هيدا الحياة؟ بس ما عارف، أنا هيك في شيء قوي جواتي إنه أنا بحب موضوع هيك اختبره eventually. اتفاجأت بكارمن، لأن أنا بعرف كارمن إن هي شوي هيك متحفظة، لما حكيت بصدق هالقد عن قصة الإنجاب بحياتها.